ضربة جديدة وجهتها قوة الأمن لجماعة الإخوان الإرهابية تمثلت في إلقاء القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، وكان يختبئ بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة. العملية جاءت في إطار الجهود الأمنية للتصدي للمخططات العدائية ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم داخليا وخارجيا. الخبراء يؤكدون أن إلقاء القبض على عزت يمثل ضربة موجعة للإرهاب والجماعة، وهو من أهم نجاحات جهود الوزارة، ويقضي على كثير من مخططات الجماعة الإرهابية، خاصة أنه كان المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 من يونيو وحتى ضبطه. كذلك فإن العنف لدى الإخوان لم يكن وليد اللحظة الراهنة، بل يعتبر استراتيجية متجذرة، وأن الجماعة الإرهابية استندت إلى غطاء ديني لصبغ دعوتها الباطلة بالشرعية. الخبراء كذلك يؤكدون أن الدولة المصرية وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب نجحوا خلال السنوات الماضية في القضاء على الجماعات الإرهابية والمتطرفة وشل كثير من أدواتها وتحركاتها. كذلك فإن جهود الأمن المصري في مكافحة الإرهاب والتطرف جاءت متزامنة مع بدء تنفيذ المشروعات القومية. وهنا جدير بالذكر الإشارة إلى أن الواقع المصري في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة هو هزيمة جميع المحاولات اليائسة من قبل جماعات الإخوان الإرهابية لبث اليأس والإحباط في نفوس الشعب المصري من الأعمال الإرهابية أو عبر الشائعات والحملات المغرضة. بحيي حضراتكم من جديد وبرحب بضيفي الكريم على الهواء مباشرة، الأستاذ جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. الخبر كبير وبيحمل الكثير من التفاصيل، تفاصيل عملية القبض بشكل مبسط للمشاهد تفضل. هو طبعا ده تعتبر يعني صفقة ده يعتبر ضربة معلم من وزارة الداخلية وبالتحديد من قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، إن هو جاب صيد سمين محمود عزت ده من أخطر العناصر الإرهابية في جماعة الإخوان، وده كان نائب المرشد، أو هو كان بيقولوا عليه المرشد الخفي لأنه كان دايما هو المرشد الحقيقي، كان محمد بديع القائم بأعمال المرشد في مصر، وكان محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في التنظيم الدولي للإخوان في لندن، وكان دايما في تركيا، وهو اللي كان بينظم عمليات التنظيم، كان يعني حاجة كبيرة جدا. العقول المدبرة عادة بتكون المدبر. مش واضحة في مناصب، وقالوا عليه الرجل الغامض، وقالوا عليه مستر إكس، وقالوا عليه حاجات كتير جدا. العملية اتسمت أصلا صيد الصقر من الصيد قبل الصقر الداخلية أو الصيد السمين. الحقيقة طبعا يعني بنحيي وزارة الداخلية ونحيي رجال الأمن الوطني هم على مدى 7 سنوات لم ييأسوا في القبض على هذا المتهم الخطير. محمود عزت بعد سنة 2013 وبعد القبض على قيادات الإخوان ومحمد بديع وخيرة الشاطر والمجموعة دي، جماعة الإخوان روجت عن طريق كافة أزرعها الإعلامية وأبواقها الإعلامية في قطر وتركيا إن محمود عزت هرب للخارج، هرب عن طريق السودان إلى قطر ومنها إلى تركيا، أو هرب عن طريق غزة إلى لبنان، أو وروجوا حكاوي كتير جدا عشان يضللوا رجال الأمن المصريين وتوقفوا عن متابعته. الحقيقة رجال الأمن طبعا أجهزة الأمن الوطني عندنا الحقيقة أجهزة معلومات على درجة كبيرة جدا من الكفاءة والمسؤولية، كانوا دايما بيتابعوا جماعة الإخوان في الخارج اللي بيظهروا عن طريق الأبواق الإعلامية في قطر وفي تركيا، ما لقوش أن محمود عزت ظهر على الإطلاق عكس المرات السابقة اللي كان محمود عزت موجود في لندن كان بيظهر، ولما كان في تركيا كان بيظهر في حاجات كتير جدا، لما كانوا يروح يقابلوا وفود دولية ووفود أجنبية فكان دايما هو بيكون متصدر المشهد. خلال 7 سنوات الماضية محمود عزت لم يظهر على الإطلاق، ده ادى يقين لاجهزه الامن المصريه ان محمود عزت لا زال موجود داخل البلاد. عمليه القبض عليه كانت بالامس، وكانت بالتحديد الساعه 3 فجرا، يعني بعد الفجر كده اجهزه الامن كانت وصلت لها معلومات اكيده تتبعتها من خلال لقاءات، يعني عدد من الاتصالات تم رصدها فجر الجمعه بقى. فجر الجمعه الحقيقه رصدوا الاتصالات دي مع بين من ايام ما كان هو على اتصال مع محمد علي بشر اللي هو كان وزير التنميه المحليه
في عصر الإخوان واللي هو اتقبض عليه من عدة سنوات. وبعد كده كانوا رصدوا عدة اتصالات أخرى مع عدد من الشخصيات الإخوانية البارزة اللي موجودة. آخر الناس اللي اتقبض عليها بشر في اللي كانوا برا يعني. بالضبط اللي كانوا في الخارج. بعد كده لجيست الأمن تواصلت وحددت مكانه بالفعل في منطقة التجمع الخامس في شقة، وكانت ساعة الصفر بعد الفجر وألقوا القبض عليه. والحقيقة يعني هو لم يقاوم وفوجئ أن أجهزة الأمن توصلت له بعد الغيبة الطويلة دي. الحقيقة كانت مفاجأة لأجهزة الأمن أنهم عثروا على عدد كبير من أجهزة الحاسوب وعدد كبير جدا من أجهزة المحمول اللي هي كانت يعني مشفرة بشكل كبير جدا، أنه هو يجري اتصالات مع قيادات الإخوان في الخارج ويجري اتصالات مع عدد من قيادات الإخوان الموجودين أو شباب الإخوان الموجودين في الداخل عشان يقدر يسير أمور الجماعة في غياب محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المحبوس حاليا في سجن دورة. عملية التفكيك اللي حصلت للموارد المالية لجماعة الإخوان المسلمين كانت واضحة منذ البداية، لأن هم كانوا بشكل أو بآخر كانوا أصبحوا قوة اقتصادية موجودة داخل مصر متغلغلين في أماكن كثيرة جدا، وبالتالي كان التعامل مع هذا الموضوع أمنيا وسياسيا لأنه أصبح أمن قومي. فكرة التعاطي بقى مع لو احنا اتكلمنا عليهم كشكلين من اشكال القوة، الجانب المادي والجانب الروحي او التمثيل القيادات والاسماء الكبيرة او السنا حتى كبيرة دي بتمثل للاعضاء الاخرين رموز. بالتأكيد. فكرة التعامل بقى مع هؤلاء وفكرة القبض عليهم واعطاء الايحاء او الاحساس انه هذا التنظيم بالفعل انتهى 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 قولا وفعلا. بالتأكيد مفيش كلام قولا واحدا ان التنظيم انتهى، حتى انتهى في عيون شباب الإخوان. هي الفكرة لا تموت لكن طبعا. يعني لكن ده من سنة 28 موجودين ومفيش كلام، لكن هم كمان شباب الإخوان فوجئوا انهم انخدعوا في رموز الإخوان. الناس دي كانت توحشت ماديا وكانوا مسكين رأس مال الدولة ضخم جدا توقع. ويمكن لو لاحظنا ان معظم قيادات الإخوان الناس دي هتبص هتلاقي قاعدين في فيلل وكومباوندات واماكن في اماكن راقية جدا. حد بيسأل طب الفلوس دي جت منين؟ الفلوس دي بتيجي هم باعوا القضية وكانوا بيتكسبوا بشكل كبير جدا وكانوا لهم رؤوس أموال كبيرة جدا. لا تتخيل أن الدولة حاليا بتدير أموال الإخوان، ودي أموال يعني كبيرة جدا، ويمكن إحنا في مؤسسة أخبار اليوم بندير جزء من أموال الإخوان وشايفين قد إيه الناس دي كانت متوغلة في البلد بشكل كبير جدا، مصانع وشركات وحاجات ضخمة جدا ما كناش نتخيل أبدا. احنا بنتكلم على كافة المجالات تقريبا في كل الحاجات، في التعليم في السياسة في كل حاجة. هم كانوا الحقيقة قدروا يتغلغلوا، حتى في النقابات كانوا يتغلغلوا وسيطروا بشكل كبير جدا. إذن احنا قدام تنظيم خطير جدا، قدام حاليا مفيش ثقة من شباب الإخوان خاصة بعد رابعة والنهضة لما يعني ضللوهم وغرغروا بيهم وباعوهم، وهم الحقيقة يعني استفادوا كبير جدا. وحاليا يمكن في السجون في عدد كبير من جماعة الإخوان أو شباب الإخوان الموجودين في السجون كتبوا وثائق وبعتوها لأجهزة الأمن بالتوبة وإنهم أصبحوا لا يثقوا في القيادات. كان في بعض لكن طبعاً ده كلام الأنباء اللي قالت إنه عصام العريان يعني كان هناك خلاف شديد بينه وبين واحد من القيادات نتيجة بالزبط. التهمات كانت متبادلة وده كان سبب وده سبب اللي إنه هو يعني الأزمة القلبية اللي جات. طيب رصدت إزاي الردود الفعل الخاصة سواء من إخوان إذا كان هناك إخوان مدخلوا في بيان خرج من جماعة بالزبط. إخوان المسلمين امبارح رصدت إزاي التعامل مع هذه الخطوة ممن هم في الخارج؟ هم في ردود الفعل كانت على نسقين. النسق الأول جزء منهم وده اللي سجلته أبواق الجزيرة ومكملين وغيرها إن هم كانوا بيهونوا من هذا الصيد الثمين اللي مصر قدرت أو نجحت، لكن إن هم يهونوا
اعتقد ده شهاده كبيره جدا لنجاح اجهزه الامن. التهوين ده تم ازاي؟ التهوين قالوا يعني ده راجل كبير وراجل عجوز، ويعني مصر ليه فرحانه قوي، اجهزه الامن فرحانه قوي وبيقولوا عليه الصيد سمين. لا، هو الراجل لا حول له ولا قوه، ودلوقتي ماليش قيمه في التنظيم وما بيتحركش وما بيسافرش والراجل كبير. لكن على المستوى الرسمي في التنظيم الدولي، التنظيم الدولي طبعا قال ان يعني ده خساره كبيره جدا للجماعه، وان هو اللي كان بيتولى التنظيم في الفتره الماضيه، وخلال الشهور اللي في السنوات اللي فاتت كلها كان بيعتبروا ان هناك مرشد حقيقي للاخوان هو محمود عزت، وكان بيتواصل مع القيادات، وكان بيتواصل مع التنظيم الدولي في لندن، وكان بيتواصل مع تركيا وقطر وحماس، وكان بيتواصل الحقيقه على كافه المستويات، لدرجه انه كان بيتواصل مع اردوغان. وده اللي هيثبت خلال الايام القادمه، لان هو الان يسال في كل هذه القضايا، التواصلات الخارجيه والتخابر الحقيقه حاجات كتير جدا هتكشف عنها التحقيقات في الايام القادمه. فكره التعاطي مع التدرج التنظيمي، يعني لا احد يستطيع ان ينكر قوه واهميه خيرت الشاطر مثلا كقوه اقتصاديه وكقوه في اتخاذ القرارات. كان يعني الصدفة هي التي دفعت بمحمد مرسي ولم تدفع به، أو تم استبعاده بشكل من الأشكال. بديع كان هو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن الجميع يعلم أن محمود عزت كان هو الشخص الأقوى، الأقوى في الأقوى شيء. كشخصية والأقوى كل شيء. هو كان بيمسك منصب أمين سر، نائب أعتقد نائب وأمين المرشد سر وأمين سر. لماذا هذه العملية في أنه الأقوى هو اللي في الظل؟ طبعا هو الجماعه عمليه تنظيميه، جماعه تنظيميه طول عمرها انها جماعه منظمه بشكل كبير جدا، يظهر على الامام محمد مرسي، لكن من يدير ومن يحكم ومن يقول كل شيء هو خيرت الشاطر. القوه الاقتصاديه خيرت الشاطر، خيرت الشاطر اللي هو كان بيحاول يسيطر على كل راس المال والاقتصاد في البلد خلال فتره ومالك او المالي لا ومالك هو مالك اللي هو ومالك مالك مالك ده اللي كان يعني الوزير كان الاقتصاد وزير الماليه فعلا الماليه والاقتصاد شكل. لدرجه ان هم يعني كان هو كان اسمه مش معروف اعلاميا خالص على فكره، حسن مالك. حسن مالك ما كانش الحقيقه معروف، لكن فوجئنا ان حسن مالك ده هو كل حاجه، لدرجه ان انا يعني كنت بغطي في السجون والتقيت مع مساعد وزير الداخليه في هذا الوقت من فتره ايام حكم الاخوان، وقال لي ان حسن مالك راح بدعم من الاخوان زار هشام طلعت مصطفى في السجن عشان ياخد منه مدينتي. شوف لدرجه بيفكروا في ايه، راجل كان في الوقت ده هشام طلعت مصطفى مسجون، وراحوا يساوموه عشان ياخدوا منه مدينتي ولازم، ولما رفض واصر على الرفض وقال على جثتي هشام طلعت مصطفى انكم تاخدوا مدينتي، بداوا بقى يضايقوه في السجن ويقولوا ان زنزانته مش عارف ايه، وحاجات حصلت حاجات كتير جدا. فده تنظيم خطير جدا. محمود عزت كان على اتصال بشكل كبير جدا في لندن، كان على اتصال بتركيا، على اتصال بقطر. اذا اللي عملته وزارة الداخلية حدث كبير جدا، ما نقدرش يعني غير نقول شكرا لوزارة الداخلية، شكرا لرجال الأمن الوطني انهم يقدروا يجيبوا ده، لان ده كمان هيدي يعني احباط شديد جدا للبقية المتبقية من عناصر جماعة الإخوان. فكرة الصف الثاني، الضربة اللي حصلت او ما تم في 2013 لم يكن يتوقعه احد طبعا. والتعامل الأمني والنفسي حتى في الشوارع تأكيد هم لم يكن يتوقعوه على الإطلاق. كان دايما العلاقة بينهم وبين نظام مبارك هي علاقة أخذ ورد، وكان في مساحة كبيرة ويعني ومن لا يرى أن كل هذه الأموال بالزبط. تمت في يعني بمرأة أو مسمع من الجميع، ما كانتش في لأن كان في صفقات يعني ما كانش حد يقدر يقول، حتى في الانتخابات البرلمانية بالزبط. كان بيسيبوا لهم عدد من المقاعد مقابل حاجات معينة، ولكن ما تم في 2013 كان مختلف بشكل كبير، مختلف طبعاً. ولم يتوقعوه على الإطلاق. كيف تعتقد انه سيتم التصرف داخليا ما بين الكوادر؟ هل احنا بنتكلم حقيقي عن عملية تصفية كاملة لفكرة الاسر وفكرة الكوادر اللي كانت موجودة والشبكة الواضحة يعني اوصلها اتفكت اكتر من المتوقع، ولا لسه هم عندهم القدرة؟
أنا أعتقد أن الفكرة لا تموت زي ما حضرتك قلتي، وأن أعضاء جماعة الإخوان وأسر القيادات لا زال الأخوانة في دمهم، ودول مش هي يعني لن يتركوا هذا الفصيل على الإطلاق حتى الموت. لكن الكلام على هذا هي فكرة قادرة على العيش على مدار سنين طويلة بالضبط، وعيشوا من سنة 28 لغاية دلوقتي وقبل حتى حسن بالزبط. البنا هي الفكرة لا الفكرة تموت وده بالزبط. حقيقة يعني. لكن دلوقتي ما عادش في ثقة من شباب الإخوان بقيادات، ما عادش في تأكيد ان الناس الرموز دول لكن ان هم دفعونا للهاوية في الوقت اللي هم كانوا بينعموا، والحاجات اللي ظهرت في التحقيقات دي كلها دلوقتي ما عادش يعني كمان الشباب اصبح ناقم عليهم، ما فيش القدوة والتلاحم، فيه تفكك شديد جدا، وده اللي ظهر من 800 شاب اخواني اللي كتبوا وثائق وارسلوها لأجهزة الامن المصرية ان احنا خلاص عملية التوبة والحاجات دي بتدرس على خلال الفترات. هل ممكن ان احنا بنتكلم على لو حضرتك تتذكر ما حدث، يعني هو كان حدث كبير بالنسبه للجميع، فكره المراجعات يعني الدينيه، ولكن في النهايه احنا بنتكلم على ناس اثبتت الوضع يختلف. لا بس هو اثبت الزمن بالزبط. اصلا ان في ناس لجأوا الى هذه المراجعات مع الانتماء الكامل للفكره. بالتاكيد بالتاكيد طبعا هم وشفنا اللي خرجوا في المراجعات، شفناهم على منصه روعه تماما، وشفناهم حملوا السلاح، وشفناهم قوموا الشرطه وضربوا وقتلوا. هم دول ده تنظيم دموي طول حياته تنظيم دموي، ولن يعود إلى الاندماج في المجتمع والانخراط في المجتمع. لذلك يمكن المصريين لن يقبلوا أن يضعوا أيديهم في يد من هل هذا السلاح. هو المختلف هذه المرة أنه أصبح يعني عادة كان العداء عداء سياسي ما بين نظام بالزبط. موجود وجماعة موجودة بتلعب سياسة زي ما لا دلوقتي بقى في دم، في دم يعني دم كتير، في تفجيرات، في قتل، في اغتيالات، في أولادنا استشهدوا عدد كبير جدا من الضباط والجنود والمواطنين. شفنا مذابح ارتكبت في سيناء، شفنا مسجد بيت الله انتهك، شفنا الكنيسة اتفجرت، الحاجات دي كلها شفنا كنائس كتير يعني اتفجرت. يعني ده بيرد لانه في ناس لو حضرتك تتذكر انه الانتخابات الاولى اللي حصلت بعد ثوره يناير الناس قالت ما نديهم فرصه او نجرب، لانه بالزبط. كان في البعض وممن لا ينتمون على الاطلاق كان يحدوهم امل بانه هم مختلفين. هل الفكره اصبحت اكثر وضوحا وجلاء بالنسبه طبعاً. للجميع؟ عشان كده ما حدش دلوقتي من المواطنين العاديين بيتكلم في الكلام ده. الناس خلاص ثابت يعني فكره التصالح والاندماج والدوم فرصه تانية، اعتقد ده انتهى. تقييمك لما سياتي من معلومات من محمود عزت، هل هتكون بنفس ما يروج إليها من قبل الناحيتين؟ في واحد قال هو شخص كبير في السن، والبعض الآخر بيقول أو الأحراز اللي هي اللي بتقول الأحراز هي اللي هتقول هي اللي بتقول إنه في أجهزة كمبيوتر كتير جدا وفي معلومات بشكل كبير. الأحراز هتجيب اللي مول واللي دعم واللي آوى واللي خبى واللي تواصل واللي اتصل بيه واللي اخفاه واللي جاب له الشقه واللي اشترى له الفيلا واللي كان بيتردد عليه واللي اتصل بيه. واجهزه التقنيه حاليا بتفك شفرات كثيره على اجهزه الحاسوب، والتواصل اللي تم مع قطر والتواصل اللي تم مع تركيا، كل ده كنز معلومات وهيترتب عليه القبض على عدد كبير جدا من جماعة الإخوان. الخلايا النائمة داخل مصر هتسقط خلال الأيام القادمة تباعا، ويترتب عليه كمية أسرار سوف تكشف عنها التحقيقات، التواصلات والاتصالات والتخابر مع تركيا وقطر عن طريق محمود عزت. ده اللي المخزن الأسرار أو الصندوق الأسود اللي كان عند محمود عزت أعتقد بيتم الآن فتحه، وأجهزة الأمن هترصده وتحلله وهتكشف حاجات كتير جدا بعد ما تكون ألقت القبض على هؤلاء ومسكتهم بإيديها، وهينكشف تحقيقات كتير جدا 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 ماذا يتم داخل السجون، والحاجات اللي كانت أحيانا بتتهرب عن طريق المحامين وعن طريق الأسر، كل ده هيتكشف عنه في خلال الفترة القليلة القادمة. أشكرك شكر جزيل على التواجد معايا الأستاذ جمال حسين رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي، شكرا ليك على هذه المعلومات. مشاهدينا الكرام فاصل، وبعده زميلي أشرف عبدالعاطي على رأس الساعة، ووقفة موجزة لأهم وآخر الأنباء.